الحديث إذن عن تطورات الأوضاع العسكرية والميدانية في أوكرانيا مع تنامي الخطاب العدائي بين روسيا وحلفاء كييف. معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد. مرحبا بكم سيد العميد عبد الله الأسعد. إذن هجوم جديد بالطائرات المسيرة على منطقة بيلغورود الروسية، هل تريد أوكرانيا نقل المعارك إلى قلب روسيا بعد هزيمتها في بخموت، وما تداعي ذلك؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع طبعا ما جرى في بيلغرود هو طبعا عبارة عن عناصر من الروس، هؤلاء الذين هم طبعا معارضة للرئيس بوتين، الذين يرفضون الحرب في أوكرانيا، وقاموا بتلك يعني الحركة دون أن يلحقوا أي ضرر بالسكان المدنيين، وأصدروا بيانهم بأنهم هم من الروس، يريدون فقط أن يثنوا بوتين عن قيامه بالعدوان على تلك المنطقة، وأن ينقل قواته من يعني من وسط مدينة كييف وإقليم الدونباس إلى منطقة بيلغرود، علما أن روسيا طبعا يعني اتخذت إجراءات قوية جدا، دفاعات روسية قوية في بيلغرود على شكل ما تسمى بأنياب التنين، هذه المنطقة من أجل يعني أن لا يتم تجاوز هذه المنطقة، لكن العناصر الذين دخلوا بما يسموا فيلق روسيا الحرة هم يعرفون بالمنطقة ودخلوا ضمن المنطقة بشكل سلس وسهل من أجل طبعا أن يطمئنوا السكان المدنيين وأن يعني يؤججوا الرأي العام الروسي ضد الرئيس بوتين، في ظل طبعا يعني ما وجدوه في دخول القوات وشركة فاغنر إلى مدينة كييف، يعني عفوا إلى مدينة باخموت، وتقريبا يعني احتلوا المدينة بالكامل سوى الأجناب الجنوبية من تلك المنطقة التي ما زال فيها الأوكرانيون. طبعا وصول الطائرات المسيرة إلى هذه المنطقة طبعا هي لم تلحق ضررا في الواقع في المنطقة، لكن روسيا يعني أرادت أن تظهر للعالم ولشعبها ولحاضنتها بأنها هي طبعا الآن معتد عليها من قبل كيف طبعا نفت هذا الموضوع، وموضوع يعني السحب المدنيين من تلك المنطقة، على ما يبدو روسيا تريد أن تدمر أيضا هذه المنطقة بيلغرود بمن فيها، وترفض أي احتجاج من قبل الروس أنفسهم على الغزو الأوكراني لروسيا، الغزو الروسي لأوكرانيا. ألا يمكن أن نقرأ أنه هذا التكتيك إنجاز التعبير ربما يؤثر على سير المعارك، وربما أيضا تحرك أوكرانيا الداخل الروسي على بوتين لتكسب أيضا الصراع؟ نعم بالتأكيد، يعني هذه الحركة هي طبعا يعني الحركة هي غايتها، هؤلاء هم روس، يعني الروس موجودين في أوكرانيا قبل أن تقوم الحرب. نعم. موجودين هناك وهم يناصرون أوكرانيا وموجودين قبل يعني قبل دخول الغزو الروسي إلى أوكرانيا، وطبعا يعني من السكان الذين يتكلمون روسيا بشكل طليق وهم روس أساسا، يريدون أن يؤثروا كما قلت على الرأي العام الروسي، يريدون أن يشعروا الروس بأن كما هم الأوكران الآن يعني مشردون وأصبحوا نازحون وأصبحت مدنهم مدمرة، ممكن أن يكون الروسي أيضا أن يفعل ضمن روسيا ثورة، هذه الثورة ممكن أن تغير يعني المزاج الروسي طبعا الذي هو في الأساس رافض لتلك الحرب، ولكن على ما يبدو بوتين الذي يعني استمرأ في القتال ودخل إلى جزيرة القرم عام 2014، و طبعا ليس فقط اوكرانيا دخل الى يعني موضوع البرسترايكا وبعدها طبعا القتال في الشيشان وكازاخستان وغير ذلك، طبعا يعني جعل من بوتين يعني رجل جيوبوليتيكي، يعني كان ينصاع الى اوامر الكسندر دوغين التي تامره او تعطيه يعني متسعا كبيرا من التوسع في المنطقه، ما يشبه المدرسه الجيوبوليتيكية التي كانت في ميونخ، المدرسة الجيوبوليتيكية الألمانية التي كانت تعطي المسوغات لهتلر بأن يغزو أوروبا ويصبح إمبراطورية كبرى. الآن جون كيربي أكد اليوم أن بلاده يعني لا تشجع ولا توفر الدعم لأي هجوم على روسيا،
كيف نفهم هذا التصريح؟ وفي المقابل أمريكا الآن يعني وافقت على قرار دعم أوكرانيا بطائرات F-16 الهجومية. نعم بالتأكيد، يعني هي أمريكا وحلف الناتو بالكامل لا يريد أن يكون، يعني لا يريد أن يكون طرفا مباشر. طبعا الناتو وأمريكا وأوروبا طرف غير مباشر في الدعم، في ظل الآن دعم بالطائرات F-16 وبتوفير الذخائر وبطاريات الدفاع الجوي لأوكرانيا. هي يعني لا تريد إلا أن تكون أوكرانيا عبارة عن قوات دفاعية تدافع عن أرضها فقط، وليس يعني معتدية تدخل الأراضي الروسية من أجل أن لا يتفاقم الصراع وينتقل هذا الصراع من روسيا وأوكرانيا إلى حلف الناتو، لأن طبعا يعني هناك الكثير من الحجج التي يبتكرها بوتين من أجل توسيع نطاق يعني المعارك. وتحرش الطائرات الروسية بالطائرات الأمريكية في يعني في سوريا وفي البحر الأسود، طبعا هذا له يعني مدلول بعيد على أن بوتين يريد أن يوسع، ولأنه متضايق جدا. يعني بوتين محصور جدا بحربه في أوكرانيا، حوالي تقريبا 92 يوم أو أكثر من يعني أكثر من 200 يوم توقع حتى استطاع أن يدخل إلى باخمت. ماذا لو حصل أن تورط بوتين بحرب مباشرة مع حلف الناتو أو بمحاولات يعني هجومية كما تفضلت كما حصل في سوريا، خصوصا بعد تصريح أيضا تصريح خطير لنائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ميدفيديف، يعني لوح بفرضية نهاية العالم مرة أخرى. هذه التصريحات تزداد في كل مرة، قال لنا نستبعد أن تكون هناك ضربة نووية تنهي العالم. طبعا هم يريدونها تدريجيا من أي ناحية؟ يعني من ناحية الصراع التكتيكي الأولي قبل الصراع النووي، هم يريدون أن تتوسع الكرة. يعني مثلا أمريكا عندما بدأت غزوها لأوكرانيا لم تتخلى عن ما حققته في سوريا من أجل أن تكون بيدها أوراق، هذه الأوراق تضغط بها على أمريكا. لاحظنا يعني حتى الآن يعني تصريحات السياسيين الروس طبعا لا تتناسب مع غلبهم وهزيمتهم في أوكرانيا. ميدفيديف طبعا تصريحاته بالنسبة لموضوع نهاية العالم يعني غير هذا الموضوع، لا أحد يعلم به. لماذا؟ لأن يعني الدعم الغربي المتواصل وغير المنقطع باستمرار لأوكرانيا طبعا يشير إلى أن الحرب لها مراحل أخرى، ستكون هذه المراحل ربما تفكيك الاتحاد الروسي، ربما تقهقر القوات الروسية في ظل الآن يعني دولة كبرى مثل روسيا وثاني أكبر جيش في العالم الآن هو بحاجة إلى ذخيرة مدفعية، بحاجة إلى ذخيرة دبابات، بحاجة إلى دبابات، في ظل يعني طبعا يعني فروغ المخازن والمستودعات من دبابات T-90 و-82 و-72 هذه الدبابات الحديثة، والعودة الآن إلى إخراج دبابات منسقة من الجيل الأول من دبابات T-54 و-34 و-T-62 و-55. هذا مؤشر يعني كبير جدا إلى أن روسيا الآن أصبحت تنفض أنفاسها الأخيرة. يعني في آخر دقيقة، هذا هو الهدف، الغرب يريد توريط، وطبعا على رسم أمريكا، يريد توريط أوكرانيا في حرب طويلة الأمد ربما لإنهاك روسيا وإضعافها تماما، هذا ما يبدو. نعم، استدراج واستنزاف للقوى الروسية يعني بين الحين والآخر. طبعا عندما تكون روسيا قد انهكت في أماكن أخرى يأتي الهجوم المعاكس، رأينا الهجوم المعاكس الذي حرر كثير من الأراضي واستعاد خرسون، الآن نحن أمام باخموت، سيكون هناك هجوم ما كان يسمى هجوم الربيع، وربما قد يكون أبكر من ذلك في ظل وجود طائرات دعم جوي ومدفعية ونظام دفاع جوي أيضا لحماية الأهداف البرية من ضربات الجوية الروسية، وأيضا عبارة عن قبة حديدية. وكان هناك حديث سابق بأن أمريكا نقلت يعني
طائرات أوكس وبطارية باتريوت إلى الحدود المحيطة بأوكرانيا من أجل أن يكون هناك حرب إلكترونية قوية، من أجل يكون هناك حرب استراتيجية كبرى تخوضها أوكرانيا ضد الروس. نعم، إذن شكرا جزيلا عبر سكايب من اسطنبول خبير العسكري العميد عبد الله الأسعد، شكرا لك.